بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني في تجربة البوتنشيومتر هو Determination of Internal Resistance of a Battery، تعيين المقاومة الداخلية لمين؟ لبتري. تعالى كده هو أديك فكرة يعني إيه المقاومة الداخلية بتاعة بتري، وإزاي إن أنا أقدر أعينها عن طريق الإيه؟ عن طريق البوتنشيومتر. فكرة بسيطة كده هوت بس عشان نبقى فاهمين شغلنا هيبقى ازاي. لما بيكون عندي باتري والباتري ديت بتلاقي مكتوب عليها 6 فولز وما بتكونش متوصلة بأي ريزيستنس او بأي دايرة، يعني بتكون لوحدها كده هوت في الهواء، فبقول ان الالكتروموتيف فورس بتاعتها بتساوي 6 فولت. في الواقع ان كل باتري بيكون جواها انترنال ريزيستنس ناتج عن الكومبوننتس بتاعتها. الانترنال ريزيستنس ديت المقاومة الداخلية انا ممكن اتخيلها كما لو كانت متوصلة كده هوت ان سيريز مع الايه، مع الباتري. لما بوصل الباتري ديت اللي الالكتروموتيف فورس بتاعتها 6 فولز بلود ريزيستنس خارجية بمقاومة خارجية، مش كل ال 6 فولتس دول بيروحوا على المقاومة الخارجية، ده من ال 6 فولتس دول جزء بيستهلك في المقاومة الداخلية وبيبقى جزء صغير وليكن مثلا 2/10، وجزء هو اللي بيروح للمقاومة الخارجية وليكن مثلا فور اكزامبل 5.8 فولتس. ال 5.8 فولتس دوت بسميه التيرمينال مين، التيرمينال فولتج او الجهد الايه، او الجهد الطرفي اللي انا بستفيد منه من البطارية. يبقى انت خلاصة الكلام لما يكون عندك باتري 6 فولز عمرك ما هتستفيد من ال 6 فولز بتوعها كاملين، ولكن هتاخد منها جزء وليكن 5.8. امال ال 0.2 فولز دول راحوا فين؟ دول كونسيومد للتغلب على الانترنال مين، الانترنال ريزيستنس. في الواقع العلاقة اللي بتجمع ما بين الانترنال ريزيستنس واللود للريزيستنس بالنسبه للبوتنشيومتر بتقول 1 اوفر ار ايكوالز كونستانت 1 اوفر ال ماينس 1 اوفر مين اوفر ار. يعني انا لو غيرت في اللود ريزيستنس وكل مره جبت ال اللي هو الطول اللي بيحصل عنده بالانس بالبوتنشيومتر، ورسمت جراف بين 1 اوفر ار از واي اكسس و1 اوفر ال از اكس اكسس، هحصل على ستريت لاين يقطع الواي اكسس في جزء من النيجاتيف، ومنه اقدر اعين الانترنال ريزيستنس اللي هي مين، اللي هي الار. تعالوا بينا كده هوت نشوف الايه السيركت بتاعتي وازاي بقدر ان انا ايه ان انا اقدر اوصلها. زي ما انتم شايفين ادي البوتنشيومتر اللي هو عبارة عن سلك طوله 100 سنتيمتر زي ما احنا قلنا، وادي البتري اللي اسمها E1 اللي هي بتوصل الايه، اللي هي بتشغل البوتنشيومتر. عندي ادي البتري اللي هي E2 اللي انا محتاج ان انا اعين الانترنال ريزيستنس بتاعتها. ايوه E2 ديت اللي انا محتاج اعين الانترنال ريزيستنس بتاعتها، بوصلها زي ما انتم شايفين مع ريزيستنس مين، مع ريزيستنس ايه، مع ريزيستنس بوكس. طيب تعالوا نشوف ازاي بوصل الدايره اللي ايه اللي عندي ديت. زي ما انتم شايفين ادي قدامكم اهوت البتري اللي بتشغل. طبعا برضو بقسمها لدايرتين، دايره فوق زي ما انت شايف ودايره تحت، وبعد كده نشوف الكونكشن اللي ايه اللي ما بينهم. تعال بص كده الدايره اللي فوق، الدايره اللي فوق عباره عن السلك متوصل مع البتري. بص كده اهوت معايا الدايره اللي فوق عباره عن السلك اهوت زي ما انت شايف متوصل بالطرفين بتوع مين، بتوع البتري. طيب الدايره اللي تحت بص انا هفك ديت كده اهوت وهفك ديت كده اهوت. بص كده اهوت الدايره اللي تحت عباره عن ايه، عباره عن ريزيستنس بوكس، صندوق مقاومات زي ما انت شايف، صندوق مقاومات. صندوق المقاومات دوت متوصل بالبتري اللي انا عايز اعين ليها الانترنال ريزيستنس. بص كده اهوت، يبقى الدايره اللي تحت عملتها لوحدها. بص كده هوت على الدايره اللي تحت، الدايره اللي تحت اللي هي ديت الريزيستنس بوكس مع مين، مع الاي 2. الدايره اللي فوق عملتها لوحدها اللي هي الواير بتاع البوتنشيومتر مع البطاريه اللي بتشغل مين، البوتنشيومتر. طيب هنا هوت عندي مشترك ثلاثي زي ما انت شايف، يعني في ثلاث اطراف. تعالى اوريه لك اهوت، ادي المشترك الثلاثي اللي فيه ثلاث اطراف، ادي طرف، ادي اثنين، ادي ثلاثه، خلاص اهوت. والناحية التانية برضو في مشترك ثلاثي اهوت، طرف اتنين، ادي التالت. بص كده اهوت على الدايرة وشوف انا هوصل مظبوط ولا مش مظبوط. بص كده اهوت معايا اهو، الريزيستنس بوكس متوصل مع البتري. تعال نبص عليها،
طرف الريزيستنس بوكس اهوت متوصل مع مين؟ متوصل مع الباتري. طيب وبعد كده اهوت طرف الريزيستنس بوكس اللي متوصل مع الباتري اطلع منه وودي على موجب الفولت، يبقى زي ما قلت لك هتلاحظ ان الموجب كله ماشي ومتوصل مع مين؟ ومتوصل مع بعضه اهوت. تعالى بقى نشوفها اهوت كده اهوت، ادي الطرف دوت اللي جاي من عند الموجب اهوت، اقوم جاي مدخله ايه؟ مدخله هنا اهوت كده اهوت. لو انت مشيت هتلاقي بص كده معايا، ادي الموجب اهوت، امشي كده اهوت معايا، الموجب رايح على طرف اهوت الايه؟ بوتنشيومتر، والطرفين دول حاجه واحده، نازل ورايح اهوت للمفتاح للمشترك اللي هو الثلاثي، ومن المشترك الثلاثي رايح بص كده اهوت معايا لمين؟ للموجب. نيجي الناحيه الثانيه، طرف البطارية السالب اللي متوصل بالريزيستنس بوكس هطلع منه للفولتميتر، والطرف الثاني بتاع الفولتميتر هو اللي هنقيس بيه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بص كده اهوت، الطرف السالب اهوت خلاص اللي رايح للريزيستنس بوكس، اقوم جاي موصل ديت كده اهوت فيه علشان اكمل الايه؟ علشان اكمل الدايره بتاعتي. اذا انت بصيت كده اهوت هوريك منظر قارن بين الدايره ديت اللي موجوده والدايره اللي موجوده، هطلع اهوت اوريك منظر كده اهوت وتشوف هتلاقي الامور معاك ايه؟ الامور معاك مظبوطه. طيب ايه اللي انا هعمله في الدايره بتاعتي ديت؟ هنعمل كالاتي.